هذه ممكن أجمل قصة تسمعها في حياتك. هذه معلمة في أحد المدارس قررت أنها ترفع من همة الطالبات عندها بالفصل وتحفز الطالبات وتغير الجو عليهم بالفصل. قررت أنها تسوي مسابقة. المسابقة عبارة عن أسئلة، واللي يحل هالأسئلة ويأخذ الدرجة الكاملة له هدية بسيطة، هدية رمزية عبارة عن حذاء أعزكم الله، حذاء جديد. وزعت، فرحوا الطالبات بالتحدي، وزعت الأسئلة عليهم بالفصل. يوم جت تصحح بعد ما خلصوا، تفاجأت النص الفصل ما شاء الله جاب الدرجة الكاملة. هنا قالت الحل عندكم الحين، نص الفصل جاوب، وشو بنسوي لكم الحين؟ من نعطي الهدية؟ أعطوني فكرة من عندكم تقول للطالبات. قالوا الطالبات في الفصل كل واحدة تسجل اسمها على ورقة وتحطينها في الصندوق، والاسم اللي تسحبينه الأول تكون هي صاحبة الجائزة. حطت الأستاذة الأسماء في صندوق وسحبت الورقة الأولى وطلعت الطالبة سارة. قالت تفضلي يا سارة خذي جائزتك. جت سارة فرحانة وعيونها كلها دموع، والطالبات يصفقون لها والمعلمة تصفق لها، مبروك مبروك يا سارة. ايه بعد ما أخذت الله يكرمكم الحذاء الجديد سارة، التفتت على الطالبات وشكرتهم وشكرت المعلمة، وقالت الأستاذة أبيك تنزلي لي شوي، أبي أكلمك في إذنك. قالت تدرين يا أستاذة أن الحذاء جاء في وقته، ليه مثل ما تشوفين الله يكرمك حذائي ممزقة، وبعض الأحيان أتهرب من زميلاتي عشان ما يشوفوني بهالحالة، وأبوي فقير مثل ما أنت تعرفين. رجعت المعلمة للبيت مستانسة ومبسوطة لأن الحذاء عزكم الله راح للشخص المناسب المحتاج، ولكن في نفس الوقت تبكي وتعلم زوجها بالقصة. قال المفروض أنت يعني مبسوطة، ليش تبكين؟ قالت أنا مبسوطة وحزينة في نفس الوقت، لأن في ناس أرحم منا قلوب وأكبر منا عقل. قال فهميني يا أخي أنا ترى ما فهمت. قالت العجيب الموضوع أني لما رجعت البيت وشفت الصندوق إلا جميع الطالبات اللي في الفصل تعاطفا معها، لأنهم يشوفون حالتها ويعرفون فقر أبوها. اكتبوا كلهم اسم سارة في الصندوق علشان يكون من نصيبها الحذاء. الله أكبر. الحكمة من القصة، حين نتوقع أن الكبار وحدهم كبار بتصرفاتهم، نظلم الله الصغار بتصرفاتهم التي يمكن أن تدرس لكل شعوب العالم.